بقى عندنا الكنافه. الكنافه نعمل صينيه كنافه ازاي يا مغازي؟ هو ده الكلام. مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب بعد اذنك سريعا، هي جاهزه معايا هفاجئ بيها الجمهور. اهي ما عندناش وقت. عندنا يا فندم وقت والله. اهي دي صينيه الكنافه. بس اتعملت ازاي؟ بص بقى يا ست، المكسرات عندنا، وعندنا شويه مهلبيه من الثلاجه، وشويه سمنه بلدي، وشويه ميه زهر. دي المقادير بتاعتها. تاني قول يا شيف المقادير. سكر، ميه زهر، وسمنه. بنخلط السكر مع السمنه مع ميه الزهر علشان كرملة السكر بيساعد على احمرار الكنافه سريعا. وفي الاخر بعمل قالب زي ده كده مع حضراتكم، مش لطيف، ولكن التركيه بتاعت المغازة او الجديد، باخد المهلبيه اللطيفه دي كده، دي الجديده بقى اللي محدش عملها. ايه يا مغازة؟ قول تاني، قول تاني المعلومه دي عشان اكتبها وراك. بص معايا يا ست الكل، بناخد المكسرات دي بنخلطها على المهلبيه. دي مهلبيه عاديه اهي، مهلبيه حطها هنا. حاضر يا فندم. اهي دي مهلبيه، حليب ونشا وسكر، حليب ونشا وسكر وفانيليا. اهي باخد المكسرات بتاعتي بقلبها كده، عينيا اهو، واقلبها كده كده. انا عملت حشوه الكنافه مختلفه، فيها مكسرات، فيها وايت صوص او فيها مهلبيه او فيها كريمه بالشكل ده كده. وابدا احشي الكنافه بتاعتي واشربها الشربات. بيسالوني على السوشيال ميديا، يا مغازي شربات الكنافه بيبقى بارد ولا سخن؟ ده سؤال لطيف جدا. شربات الكنافه، الكنافه تطلع سخنه من الثلاجه او بارده من الثلاجه، يبقى العكس. طلعت بارده بنشربها شربات سخن، طلعت سخنه بنشربها شربات بارد. عكس البسبوسه، البسبوسه تطلع سخنه لازم تاخد الشربات بتاعها كمان سخن، الاثنين سخنين مع بعض. حلقتنا النهارده العزومه، عزومه العيله زي ما حضراتكم شايفين. فخده ضاني بتتكلم مصري مع رز بالخلطه، عملنا سمبوسه بالجبنه لاطفالنا المعزومين مع الضيوف، عملنا سلطه الفتوش، طبق السحور بتاعي طاجن فول بالحمص بتكنيك عالي بيروتي، وكمان صينيه كنافه بالشربات. ويجعل ايامكم كلها شربات. رؤيه، فن، ابداع. بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.